شعوري أول شيء مرة حلو، ألف مبروك للسيدات والبنات والعوالي إنهم يدخلوا الملعب. ثاني شيء مرة مبسوطين، بالعكس إحنا أهلاوية وبنشجع الأهلي. أكيد إحنا مبسوطين، يعني نفسنا فعلا. احنا احيانا بنسافر برا عشان خاطر نشوف مباريات برا، بس الان الوضع اختلف، فجدا مبسوطين جدا فرحانين. حاجة هذه ممتاز جدا، لانه السيد اول حاجة نصف المجتمع، فهم حتى يعني يديهم ايجابية انهم يمارسوا الرياضة معنا بشكل يومي وبشكل طبيعي كعائلة واحدة، نكون كلنا كشعار الاهلي حتى اللي هو مقدم انه كعائلة واحدة، هذا شيء كويس للمجتمع وللعيبة وللكيان نفسه حتى.